تستمر التحديات مشاهدينا الاعزاء بهذه الانطلاقات الصباحيه الخاصه بهجني ابناء القبائل المنطلقه في سن الحقائق وضمن السباق السادس في هذه السباقات التمهيديه. تهانينا لمحمد بن عبد الله بن ياعد الحميري على فوز مثايل في الشوط الرئيسي للابكار، حيث سجل التوقيت زمني مقداره 4:31. انطلق شوط القعدان الرئيسي، اول اشواط القعدان بمجموعة كبيرة من القعدان وبأعداد حضرت وتواجدت في أرضية هذا الميدان المرحب بكل ملاك الهجن وعشاقها ومتابعيها المتواجدين في أرضية هذا الميدان. ننطلق بإعطاء النتيجة وأيضا المعلومة للخمس المراكز المتقدمة: شاهين الشرقي بخميس بسعيد السبوسي ياتي بأحمد على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول، عباب في المركز الثاني، محمد بن خميس بن علي البطيني، بينما المركز الثالث أركان مسلب بن علي بن دري المنصوري مقدما انطلاقة أحد أنواع القعدان القوية وهو أركان. ننتقل إلى المركز الرابع، مشغل يمعة بن عتيق بن يمعة الرميذي، بو خليفة ياتي أيضا بسلالة مشغل في هذا الانطلاق مع المركز الرابع وغير إلى المقدمة. مباشرة إلى المركز الخامس، هملول سيف بن مصبح بن مطر الخيالي ياتي في المركز الخامس خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة من القعدان المنطلقة والمبتدئة بأول ندى لدائرة الخمس المراكز الأولى، ولكن راقبوا خلف الخمسة، راقبوا يا ما من القعدان المشاركة، يا ما من الشعارات العملاقة، يا ما من النوعيات الممتازة التي حضرت في أرضية ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في منطقة سويحان. العودة إلى مشغل، العودة إلى مشغل يتقدم ويقود هذه الجموع من القعدان منطلقا مع الصدارة، مبدعا بشعار بو خليفة يمعة بن عتيق الرميذي، متقدما بهذه الانطلاقة المميزة لدى صدارة هذا الشوط، بينما عباب ياتي على المركز الثاني، محمد بن خميس البطيني متقدما في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق، شاهين الشرقي بخميس السبوسي يحتل المركز الثالث. أسماء جديدة تدخلت النوعيات المثيرة، هذا هملول سيف بن مصبح بن مطر الخيالي يتقدم في المركز الرابع، المركز الخامس للطام للطام محمد بن عبيد بن نصيب السبوسي بدأ بظهوره ودخوله في الخمس المراكز المتقدمة. العودة إلى مشغل، العودة إلى الصدارة، البطيري والرميدي يتقدمون في صراع ثنائي لتحقيق ناموسي أول أشواط القعدان، الشوط الرئيسي للقعدان. لمن من هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة ذاتيا وتلقائيا حتى الآن بلا أي توامر بلا أي تعليمات، عروض ذاتية وتلقائية من خلال انطلاقة هذه الأسماء القوية المنطلقة؟ مشغل على الصدارة، مشغل على المركز الأول، ياتي بصدارة هذا الشوط، ياتي مع المركز الأول بسلالة مشغل. بو خليفة يتقدم، البطيني مع عباب، عباب والركض في عباب، محمد بن خميس البطيني ياتي مع هذا الانطلاق والإبداع الكبير ليغير مستوى النتيجة إلى مقدمة هذا الشوط. هذا البطيني ما أصدر عليه أي أوامر حتى الآن، عصاته في الإبطان، عصاته في الإبطان، عروض ذاتية وتلقائية بلا أي توامر، العصا قوس كما يقال، العصا قوس. وعباب، عباب، عباب، هذا ركض ما ينتهي، هذا فيها الركض قوي ومدير. تهانينا والناموس على إبداعات عباب. محمد بن خميس البطيني المركز الثاني ليمعة بن عتيق الرميذي، بينما المركز الثالث
فكان هملول سيب بن مصبح الخيلي رابعا مشاهدين الأعزاء. كان هملول مانع بن علي بن حماد الشامسي. والمركز الخامس كان أيضا في الانطلاق قيد محمد بن أبخيت الزعيري. التوقيت الزمني ما شاء الله هنالك أيضا في الانطلاق وفي الإبداع 4:28 وعصاتف أبطانة 28 ثانية وعباب كان بعروضه الذاتية لمحمد بن خميس بن علي البطيني.